مؤسسة جلوب سوكر أعلنت عن تواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية خلاص للمنافسة على الفوز بجائزة أفضل نادي في العالم والوطن العربي والشرق الأوسط. وتواجد النادي الأهلي في القائمة المختصرة للمنافسة لعام 2024. القائمة النهائية بتضم ريال مدريد، مانشستر سيتي، انتر ميلان، بوتافوجو، سبورتنج لشبونة، أتلانتا، أتلتيكو مينيرو، باير ليفركوزن وأولمبياكوس. بيتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية مع العين والهلال والنصر السعوديين. الحفلة هتبقى يوم 27 ديسمبر إن شاء الله في الإمارات، وهتكون بحضور نجوم الكرة العالمية بإذن الله. عجبتني الرابطة النهاردة أول ما الاتحاد الإفريقي أعلن إن مباراة النادي الأهلي القادمة هتكون مع في دوري أبطال إفريقيا في الشامبيونز ليج مع شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر، وهو كان موعد مباراة سموحة، على طول راحت منزلة بيان وقال لك إن المباراة هتتلعب يوم 7 يناير الساعة 5 في استاد القاهرة. شكرا، نقطة ومن أول السطر. كلام جميل ومحترم وقرارات سريعة وحاجة مميزة جدا للرابطة. الحلو لازم نقول عليه حلو، الحاجة الممتازة من دلوقتي انت عارف ماتشك المؤجل يوم 7 يناير، خلاص يلا اللي بعده. فشيء محترم جدا، والرابطة حتى الآن بتدير الدوري بشكل جيد جدا. النهاردة ان شاء الله هاني وكريم فؤاد مساء يعني بعد شوية كده هيطيروا إلى النمسا للعرض على الخبير النمساوي. هاني هيشوف أخبار ركبته إيه، وأيضا كريم فؤاد هيشوف الأمور بعد الصليبي هتكون تطورت إزاي. ومن المقرر أن يحدد الخبير النمساوي كريستيان فانك تطورات الحالة والبرنامج التأهيلي للفترة اللي جاية بالنسبة لهاني وبالنسبة لكريم فؤاد.